متتبعي قناة ألفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نستضيف فيه السي خليل بخاري الكاتب العام لجمعية أخضر أحمر من أجل الاحتفاء بفريقي الرجاء والوداد. الرجاء حقق لقب الكاف قبل أسابيع، وأيضا الوداد حققت لقب البطولة الوطنية. السي خليل، أولا شنو قراءتك لهذ الفرق البيضاوية تنتعش في هذ اللقبين؟ بكل صدق، فريقي الرجاء والوداد كيمثلوا القاطره ديال الكره الوطنيه في المغرب من خلال الانجازات ديالهم، سواء على مستوى البطوله الوطنيه او على مستوى القاري او على مستوى العربي. الى خدينا النموذج، الرجاء تمكن من الفوز على شبيبه القبيل في الكاس ديال الكاف. بالنسبه للوداد البيضاوي كانت على مرمى من على قريبه باش تفوز، باش تمثل المغرب في نهائي عصبه الابطال، ونتسناو كذلك ان شاء الله الفوز ديال فريق رجاء البيضاوي على كاس محمد السادس او كاس العرب. وبكل صدق كيبقى فريق رجاء وفريق الوداد في المقدمه وفي الصداره واحسن سفراء للكره الوطنيه. كيفاش تستقبلوا القضيه تاع يعني الفرق اللي انتم تتمثلوا البعض من الجماهير ديالهم يعني تحققوا النتائج اللي هي جيده، علما ان في السنوات الماضيه كان التنافس المحلي ما كانش تنافس قاري او تنافس عربي. دابا ولينا تنشوفوا الرجاء والوداد يتنافسوا قاريا وتتنافسوا ايضا عربيا. هذه بطبيعه الحال بالنسبه لي حتى هذا الدخول الفريق الوطني، الدخول المغرب في هذا ما يسمى بالبطوله الاحترافيه، راه عطى واحد شويه واحد الفريق الكره الوطنيه، وما بقاش الفريق رجاء او فريق الوداد كيتنافسوا غير على البطوله، انما مزيان هذا كيشرف الكره الوطنيه، ما يبقاش التنافس ضيق غير على المستوى الوطني، وانما نشوفوا الفرق ديالنا تمثل الكره الوطنيه على المستوى القاري وعلى المستوى الافريقي وعلى المستوى العربي. والخير ديال هو التمثيل ديال الفريق رجاء البيضاوي لكاس العالم اللي كانت سابقا 2013. البعض تيقول بان الرجل الوداد الان تيروجوا لصوره تاع الدار البيضاء اكثر من بعض المسؤولين في المدينه، يعني الدار البيضاء ولات عندها واحد القيمه رياديه على مستوى القاري والمستوى العربي، وايضا هضرتي دابا حتى على المستوى العالمي. بطبيعه الحال، وفي نفس الوقت راه كيساهموا حتى في الاستثمار على المستوى السياحي وعلى المستوى الاقتصادي، لانهم اللي كان مع الاسف مع هاد كورونا ما بقيناش كنشوفوا الجماهير الرياضيه. وهذا النموذج، هذا المثال اللي عطيتي يا سي احمد، كيعني ان الرياضه تفوقات ونجحات وتمكنت من توحيد صفوف ديال الفرق في الوقت اللي فشلت فيه الاحزاب السياسيه او الحقل او الميدان السياسي استقطاب اكبر عدد من الجماهير. ومع الاسف هناك من يستغل هاد الرياضه في تحقيق الاغراض السياسيه. كنلقى واحد مجموعه ديال النماذج ديال الناس اللي عندهم نفوذ، اللي كنقول نفوذ استثمار، نفوذ اقتصادي، اللي كيستغلوا النفوذ ديالهم وكيستقطبوا نجوم مثلا من فرق انديه كبرى، مثال الرجاء، الوداد، الجيش الملكي او غيره، كيستقطبوا هاد الجماهير اللي كتدعم هذا الفريق باش يحققوا بطبيعه الحال مقاعد انتخابيه. ذكرتي القضيه تاع التقارب ما بين الرجاء والوداد، رغم من وجود تدلوا الجمعيه ديالكم في تقريب وجهه نظر ما بين الجماهير تاع الوداد والرجاء، ولكن باقي تنشوفوا هذاك التنابز على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، ماشي هذاك شد لي نشد ليك، ولكن هذاك العصبيه بزاف بين الجماهير. مع الاسف السؤال في المستوى، لانه قبل انا على عقلاني كنت كنسمع مره كيدير منتخب فريقي الرجاء والوداد مع كذا كذا، وكنلقاو خمسه من الوداد او سته من الوداد وسته من الرجاء، وكيكون كتكون فرصه للتلاحم والتقارب. ومع الاسف ما كاينش اللي غيلعب، الرواد اللي غيلعبوا هذا الدور ديال تبديد الخلافات والصراعات، احنا كنشوفوا كورونا كاينه، الجماهير ما كايناش في المدرجات، ومع ذلك كنلقاو مشاكل خارج خارج المدرج وفي الاحياء الشعبيه، حياء بين اللي فيها الوداديين وفيها الرجاويين، وهذا كيخدش الصوره ديال الكره الوطنيه في الوقت اللي خص يكون تقارب. هذه فرصه ان الرجاء نجحت في لقب ديال الكاف، والوداد هي في الطريق تاع هي الحمد لله هي حظات البطوله، لماذا علاش ما يكونش هاد المسؤولين سواء في فريق الرجاء او فريق الوداد هذه الفرصه في نظموا واحد اللقاء مع احترام بطبيعه الحال المسائل اللي هي كتعلق. كان واحد محاوله تقارب ما بين المكسبين الفريقين في واحد السنه من السنوات، ولكن هادشي ما مشاش، يعني ما مشاش لانه باقي ديك مع الاسف ديك العصبيه، وباقي انا كنتكلم حتى على المسائل السياسيه. يعني كون في نظري كون كان انتماء ديال المسؤولين ديال فريق رجاء الوداد لواحد حزب معين بلا ما نذكر مثلا الاسماء، راه غادي يكون تقارب، وهذه هي الفرصه في تبديد الخلافات
اما يكون لقاء في شي مرفق سياحي او في شي كذا مع احترام طبيعي الحال الشروط الصحيه اللي كتدعو ليها الدوله، ويكون هذه الفرصه، هذه الفرصه من اجل تبديد الخلافات وتبديد الصراعات وداك التعصب. الرجاء كيمثل المغرب، الوداد كتمثل المغرب، هادو جوج الفروق اللي كيعطونا هما بمثابه القاطره ديال الكره الوطنيه. والاتي الاتي غادي يكون افضل، لان بدينا كنسمع دابا ما بقاش عندنا حشومه، دابا نبقاو غير في الاطوار الاولى، خص يكون الرجل خصنا نشوفهم دائما في النهائيات، وهذا هو اللي غادي يطعم حتى الفريق الوطني، لانه الفريق الوطني خصو يتغدى من هذا الرجاء والوداد. الكره العالميه شهدت في هذا الكاس تاع اليورو واحد الحدث اللي هو مفجع، حدث اللي يعني رجع اوروبا للور شويه، هو ذاك الشغب ما بين الجمهور الانجليزي مع الجمهور الايطالي، واخا كان الجمهور الانجليزي هو السبب في هذا. ما تنشوفش بان رغم هذه المجهودات ورغم هذه الروح الرياضيه اللي الان العالم كله تيهضر عليها، ولكن باقي هذا الولدين باقي حاضر بشكل كبير في الكره. إذن الشغب سي عبد الصمد سي احمد استاذ، الشغب هي ظاهره كونيه لا تقتصر على دول الجنوب او دول الشمال او دول سائره في طريق النمو او دول اقل تقدم او كذا او كذا. الشغب اصبح ظاهره كونيه مع الاسف الشديد. ما وقع في النهائي ديال انجلترا وايطاليا كيخدش بالصوره ديال الكره الاوروبيه، وكيعاود نطرحوا ذاك التساؤل بانه هذه الظاهره هذه لا تقتصر على 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 بلد دون اخر. ونزيد نضيف على ان في الوقت اللي خاص الكره تقرب بين الثقافات وبين الشعوب وبين الدول، كيجي هذا نهايه الاورو وكيخلي واحد المجموعه من المهتمين بالحق الرياضي يطرحوا تساؤلات كثيره. ونعطي مثال، انا مثلا ملي كناخذوا فرنسا مثلا، لاعبان فقط او ثلاثه اعتقد هما اللي عندهم جنسيه فرنسيه، ما تبقى كله من اصل فرنسي، يعني كلش عندهم جنسيه فرنسيه اصل فرنسي، ولكن على الاقل الاصول هما الاصل ديالهم راه من دول افريقيه. ومن باب النكته كاين البعض اللي قال لك بانه كيطالبوا بان تمثل ان تكون فرنسا ممتله في كاس افريقيا، هذا من باب النكته. اذا فهو فريق ديالك فريق هجين، فريق اللي مكون من اصول فرنسيه، ولكن الجنسيه الاصليه ديالهم اصل الاصول ديالهم راه من افريقيا. وكيعطيو نعطيو المثال ديال انجلترا هذوك الثلاث اللي تعرضوا لواحد الوابل من السب والقذف والكراهيه والعصبيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الشيء اللي كيخدش بالصوره حتى ديال المجتمع الانجليزي. اين هي يدعون بان هناك سميتو الروح الرياضيه وكذا وكذا وكذا، وكينعتونا حنا بوابل من 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 من, من الكلمات القدحيه باننا حنا عنصر وكذا، ولكن هي العنصريه ما بانش غير في داخل الملاعب، راه مشات حتى المطار. راه شفنا صور عبر التواصل الاجتماعي كيف تم التعامل مع الجماهير الرياضيه اللي جايه من ميلانو من تورينو من كذا وكذا، كيف تم التعامل واحد الصور اللي هي قبيحه بزاف، ترجعنا للعصور الوسطى ديك الصراعات اللي كانت. نعطي مثال اخر بانه خصي يكون العكس. الا خدينا عطيك انا واحد المثال كنذكروا ديال العراق في 2009، العراق كان فاز بالبطوله ديال كاس اسيا. وهذاك الفوز كان عنده واحد البعد انساني وسياسي، بالحيث انا كنعرفوا الصراع الطائفيه والمذهبيه اللي كاينه في العراق، وحدات ما بقاش داك الصراع بين السني والشيعي. ولسنوات حتى ظهرت بعض الامور السياسيه اللي مع الاسف غيرت الصوره. اذا الرياضه في الوقت اللي خصها تكون وسيله للتقارب والتفاعل والتجاوب ما بين جميع الشعوب، لانه الرياضه راه ما عندهاش شي لغه، ما عندهاش شي حاجه، يعني السياسه شكل، ولكن الرياضه راه كتوحد، راه كنلقاو جوج الفروق كل فريق يضم جنسيات مختلفه، ومع ذلك الرياضه كتمكن من لم الشمل، وكتساهم بطبيعه الحال في التقارب ما بين كما قلت قبل قليل بين الشعوب وبين الثقافات وبين الدول، في الوقت اللي فشلت فيه بطبيعه الحال الاحزاب السياسيه. انتم كجمعيه يعني العمل ديالكم تيمشي في الاطار تاع توحيد وجهه النظر ما بين الجماهير الوداد والرجاء، ولكن شنو المجهودات اللي تتبذلوا في هذا الاطار؟ بكل صدق كنا غاديين في واحد الوتيره مزيان حتى برزت الجائحه ديال كورونا. بصراحه بكل صدق كنا واحد النشاط، دابا ملي كتبغي دير شي ممنوع دير النشاط، دابا خصك تحيد دير واحد النسبه، وديك النسبه كاين اللي ما كيبغيش يتقصى منها. كنتظروا ان شاء الله غير يبان ان شاء الله البريق ديال هذا سميتو ويلتحق الرئيس رينا بعيد ما كاينش هنايا في المغرب، وغادي راه حنا دايرين برنامج ديال اللقاءات غتكون داخل المؤسسه التعليميه. دائما كنسيب المؤسسه التعليميه لانه في الفئه العمريه وكتلقى رجاوي وداتي. نعم وتكون فرصه ان شاء الله لما لا باستدعاء لاعبين او مسيرين من الرجاء ومن الوداد ومن نجم الشباب ومن الراك ومن كذا وكذا، ونحاول ان شاء الله نلموا الشمل. وغيبقى دائما العمل ديالنا هو هذا، دائما
تحسيس وتوعيه بسميته بكون ان الرياضه اخلاق وسلوك قبل ان تكون ممارسه، وبان الرياضه ماشي هي التعصب، ماشي هي خلق الفتن. الرياضه هي حجر الاساس للتقريب ما بين الجماهير الرياضيه. سي خليل، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه فاسبريس، الى لقاء جديد بحول الله.